السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مايو 2023. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شجعونا باللايك والشير والاشتراك عشان نستمر وننزل لكم فيديوهات وكل الأخبار الجديدة. موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مايو 2023 بيبحث عنها الكثير من المواطنين، بيبحث عن الموعد المحدد لصرف معاشات وراتب شهر مايو 2023 بعد انتشار أخبار بتبكير موعد صرف المعاشات واللي هتكون شاملة الزيادة الجديدة اللي أقرها الرئيس السيسي. وهنعرف من خلال فيديو النهاردة تفاصيل المعاش وميعاد الأجور الخاص بشهر مايو 2023. انتشرت أخبار جديدة عن تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي ليها إن الأخبار ليس لها أساس من الصحة، ونشدت المواطنين بتحري الدقة في جميع الأخبار المنتشرة، وأكدت إن صرف المعاشات هيكون كالمعتاد، وكمان قالت إن الفئات التي تحصل على معاش أقل من 1000 جنيه شهريا هيكون تاريخ الصرف الخاص بيها هو 1 و2 من الشهر الميلادي، أما الفئات اللي بيتراوح معاشها ما بين 1000 ل 2000 جنيه هيكون تاريخ الصرف 3 و4 من الشهر الميلادي، أما بالنسبة للفئات اللي بيزيد معاشها عن 2000 جنيه هيكون تاريخ استحقاق المعاش يوم 5 و6 من الشهر. وكذلك بالنسبة للرواتب اللي بيتم تنزيلها في الموعد المعتاد ليها شهريا، نسبة الزيادة في المعاشات بناء على القرارات الرئاسية اللي أصدرها رئيس الجمهورية، فإن نسبة الزيادة المقررة على المعاشات هي 15%، وبالتالي هتكون المعاشات الشخص اللي بيحصل على معاش مقداره 1500 جنيه هيحصل على 1750 جنيه، الزيادة 225 جنيه، ومن يتقاضى 1600 جنيه هياخد 1840 جنيه، زيادة 240 جنيه، ومن يتقاضى 1700 جنيه هياخد 1955 جنيه، مقدار زيادة 255 جنيه، والشخص اللي بيتقاضى 1800 جنيه هياخد 2070 جنيه بمقدار زيادة 270 جنيه. ديت كل الأخبار الخاصة بمرتبات ومعاشات شهر مايو 2023 بعد طبعا الأخبار اللي تداولت في الصحف وانتشرت بصورة سريعة. لو في أي أخبار جديدة هبلغكم بيها في القناة فتابعوا باستمرار، وما تنسوش تشجعونا باللايك والشير والاشتراك عشان توصلوكم للفيديوهات الجديدة، ومع السلامة.